اللعيب الان اصبح جزء من غادر ماركوس يورينتي في هذه اللحظات. دخل عادت للفنان اسكو يرسل لك يا سلام يا سلام. الله 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 على هذه الكرة، الله على هذه الكرة، كيف لمح تقد والخطأ أبدا غير موجود لدينا كرة. بعد ذلك إسكو اللي اقترب من تمديد عقده مع نادي ريال مدريد، هذا جوهرة، نعم هو تحفة، أحلى تحف. كرة تصل لإسكو اللي عند الكرة، يرسلها كرة عالية لكن التغطية لمصلحة ريال مدريد. إسكو عند الكرة يحاول فيها، هل سيأتي بالحل؟ هل سيأتي بالمفيد لنادي ريال مدريد؟ هنا المفيد يظهر بكرة وبتمريرة لاعب الكولومبيا. هذا الحكم دائما ما يشر البطاقات الحمراء، هذا الحكم عند الكثير من القابلية للتطور بصورة كبيرة وكبيرة جدا، وشاهدنا هذا الأمر في الموسم الماضي وحتى والركنية. إسكو عند الكرة، عودة للخلف مرة أخرى، ديز إلى إسكو عند الكرة، إسكو يبعث عن مساندة، كرة منقولة في وسط الميدان، وصلت إلى إسكو مرة أخرى، ينقل الكرة إلى خارج الملعب، تحولت رمية تماس من قدم اللاعب ليفانتي، كرة الماضية صدمت راموس. إسكو، توني كروس، كرة باليسار، هناك لاعب واقع على أرضية الملعب لكن اللاعب يستمر، مارسيلو في اليسار عند الكرة يحاول يمر كبيرة، خصوصا وأنها ستنهك اللاعبين وصولا إلى طبعا شهر أكتوبر القادم. كرة من إسكو عند الكرة يبعد عن زميل، لدينا تمريرة، كرة منقولة، كرة الرد لكن تسلل الموجود. إسكو كان متسللا في الكرة الماضية، حكم المساعد في مدرجات هذا الملعب لكن هنا الإعادة، فرنانديز كرة إلى إسكو، إسكو تمريرة من الجرمى. إسكو يعني الإبداع اللي السحر الكروي في عالم الساحرة المستديرة، لدينا محاولة إسكو حاول فيها لكن الكرة طالت على إسكو، وصلت سهلة عند حارس المرمى راول فرنانديز، إلى راول فرنانديز، هنا يسابق الزمن في هذا اللقاء، مرور أول ممتاز من جانب إسكو، محاولة يا سلام، الله الله، كرة ترسل عالية، الكرة ما زالت خطيرة خطيرة خطيرة، فرنانديز رفض الكرة الأخيرة، إسكو يتحرك، الإبداع يتحرك معه، كرة تصل من مرس عن ثاني الأهداف، التعادل يحدث الآن لكن لدينا محاولة، إسكو يتقدم يحاول يريد أن يتوغل أكثر، ضغط عالي، إسكو بمهاراته بانطلاقاته بتمريراته، كم مرة أي تمريرات وبأي أداء يقدمه، هنا تمريرة محاولة لكن التغطية الدفاعية كانت موجودة. بعد ذلك إلى إسكو مرة، يلعب أمام نادي فالنسيا، وأكيد المباريات ما بين الفريقين تشهد ما بعد هذه المباراة وبنتيجة هذا اللقاء، هذا الأمر يحدث، نشاهد ركلة ركنية، إسكو على تنفيذ، يرسل كرة عالية والرأسية ولكن خطأ، إذا موجود الكرة الأخيرة، إسكو عند الكرة في وسط الميدان لمصلحة ريال مدريد، انطلاقة ريال مدريد منقولة إلى إسكو، تأتي الانطلاقة، المحاولة العرضية عالية قريبا من تسجيل الهدف الثاني بعد هذه العرضية المثيرة، مارسيلو بكرة تقص إلى إسكو، إسكو يتقدم، إسكو يحاول، إسكو يبحث عن زميل، وصلت في وسط الملعب، كثير من الحديث حول اللقطة في الكرة الماضية خصوصا وأن هناك اعتداء من مارسيلو على لاعب موجود ريال مدريد، يسابق الزمن من أجل أن يتقدم وهو بعشق المحتسب بدلا من الضايع في هذا الشوط الثاني ملعبه وبين جماهيره.